هالو ليبي لايتو بالكومنت سو ماني يوتيوب كانال، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا فيكم بالدرس 26 من كورس المحادثة باللغة الألمانية. بدرس اليوم رح نتعلم كلمات وأفعال كتير مهمين بنستعملهم كل يوم بحياتنا اليومية، وطبعا من غير ما نغوص بالقواعد وكل هيدي الأمور. وهلأ ما رح طول عليكم أكتر، also wir fangen sofort an. يحلم بي باللغة الألمانية träumen von. رددوا معي träumen von. träumen von عبارة أنا أحلم باللغة الألمانية ich träume. رددوا معي ich träume. ich träume. أنت تحلم du träumst. رددوا معي du träumst. du träumst. هو يحلم er träumt. رددوا معي er träumt. er träumt. عبارة بماذا تحلم بس بدنا نسأل عن الأشياء wovon träumst du. رددوا معي wovon träumst du. wovon träumst du. عبارة أنا أحلم ببيت جديد باللغة الألمانية ich träume von einem neuen Haus. رددوا معي ich träume von einem neuen house. هون شو صار عنا بالجملة؟ أول شي عنا إيش يلي هو أنا الفاعل، träume هو الفعل، وطبعا من بعد عنا حرف الجر von نستعمله دائما مع الفعل träumen، يعني هيدا الفعل دائما بس يكون موجود بنستعمل معه حرف الجر von، وهيدا الحرف الجر بيعمل داتيف لازم ننتبه. رددوا معي ich träume von einem neuen Haus. كيف منقول أنا أحلم بسيارة جديدة؟ حاولوا جاوبوا. صحيح، ich träume von einem neuen Auto. رددوا معي ich träume von einem neuen Auto. ich träume von einem neuen Auto. عبارة بمن تحلم طبعا للأشخاص بنقول von wem träumst du. رددوا معي von wem träumst du. von wem träumst du. عبارة أنا أحلم بك ich träume von dir. رددوا معي ich träume von dir. طبعا مثل ما لاحظتوا إنه عندنا هون حرف الجر von بيعمل داتيف، لهيدا السبب طبعا حطينا dir. وإذا حابين تعرفوا أكثر عن درس الداتيف أنا عملت شرح كامل، رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف. رددوا معي ich träume von dir. عبارة أنا حلمت إنه بالماضي ich habe geträumt. رددوا معي ich habe geträumt. ich habe geträumt يعني أنا حلمت. كلمة أيام المدرسة أو وقت أو زمن المدرسة باللغة الألمانية منقول دي شولزايت. رددوا معي دي شولزايت. دي شولزايت. كيف بقول أنا حلمت بأوقات المدرسة؟ حاولوا جاوبوا.
صحيح. Ich habe von meiner Schulzeit geträumt. رددوا معي. Ich habe von meiner Schulzeit geträumt. Ich habe von meiner Schulzeit geträumt. كلمة امبارح باللغة الألمانية gestern. رددوا معي. Gestern. Gestern. كيف منقول امبارح حلمت فيك؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز. Gestern habe ich von dir geträumt. هم مثل ما لاحظتوا حطينا الفعل دائما بالمرتبة الثانية. رددوا معي. Gestern habe ich von dir geträumt. أو فينا نقول ich habe gestern von dir geträumt. طبعا الاثنين بنفس المعنى والاثنين صح. رددوا معي. Ich habe gestern von dir geträumt. فعل يطير باللغة الألمانية fliegen. رددوا معي. Fliegen. Fliegen. كيف منقول أنا أستطيع أن أطير؟ حاولوا جاوبوا. صحيح. Ich kann fliegen. رددوا معي. Ich kann fliegen. طبعا ما حدا بيقدر يطير، ولكن عم نحاول فقط انه نركب الجملة مع بعض. مثل ما لاحظتوا بس يكون عندنا فعل مساعد يلي هو كان يعني استطيع، بياخد الفعل الاساسي لاخر الجملة. هيدا الشي لازم ننتبه له دائما. Ich kann fliegen. عبارة أنا حلمت إنه أنا عم طير باللغة الألمانية Ich habe geträumt, dass ich fliegen kann. رددوا معي. Ich habe geträumt, dass ich fliegen kann. هون بالجملة شو صار عنا؟ أول شي حطينا Ich habe geträumt يعني أنا حلمت dass ich يعني أنني fliegen يعني أطير وكان يعني أستطيع. ومثل ما لاحظتوا إنه das يعني أن تاخد الفعل لآخر الجملة دائما. لهذا السبب أول شي حطينا الفعل الأساسي fliegen، ومن بعده فورا حطينا الفعل المساعد يلي هو كان. رددوا معي. Ich habe geträumt, dass ich fliegen kann. عبارة أنا أحلم بهذا أو بذلك باللغة الألمانية منقول Ich träume davon. مثل ما لاحظتوا عندنا هون حرف الجر von، بس حطينا قبله da، فصار عندنا davon. يعني هي بتعبر عن انه الشيء يلي بنحلم فيه. رددوا معي. Ich träume davon. Ich träume davon. فعل يبني باللغة الألمانية bauen. رددوا معي. bauen. bauen. عبارة أنا أحلم ببناء بيت باللغة الألمانية Ich träume davon ein Haus zu bauen. رددوا معي. Ich träume davon ein Haus zu bauen. Ich träume davon ein Haus zu bauen. فعل يصبح باللغة الألمانية werden. رددوا معي. werden. werden. كيف منقول هو يحلم بذلك انه يصير انه دكتور؟ حاولوا جاوبوا. صحيح. Er träumt davon Arzt
zu werden. Rددوا معي. Er träumt davon, Arzt zu werden. يعني هو بيحلم انه يصير دكتور. وهلأ رح نتذكر كل الكلمات والعبارات اللي مرقت اليوم معنا بالدرس. وأول شي كان عنا träumen von، طبعا von داتيف، يعني بيجي دائما مع الداتيف. ونحن عرفنا انه هيدا الفعل معناه يا اما انه يكون نايم ويحلم بشي، او يكون معناه انه بتمنى انه بيحلم بشي، بس انه انا مثلا انه انا بحلم انه يكون عندي سيارة. وبيجي كمان معناها انه انا حلمت انه فيك، يعني هون الى انه معنيين. هيدا الشي لازم ننتبه له. واخذنا wovon träumst du، يعني بماذا تحلم. بماذا يعني بنستعملها مع الاشياء. واخذنا von wem träumst du، يعني بمن تحلم. وطبعا هيدا بنستعملها مع الاشخاص، يعني بمن تحلم. von wem träumst du. وعندنا ich hab geträumt، يعني انا حلمت. ich habe geträumt، طبعا بالزمن الماضي انا حلمت. واخذنا دي شولتزايت، يعني اوقات او ايام المدرسه. دي شولتزايت. واخذنا فعل فليجن، يعني يطير. رددوا معي فليجن. فليجن. واخذنا فعل باون، يعني يبني. باون. باون. واخر شيء كان عندنا فعل فيردن، يعني يصبح. فيردن. فيردن. وهلأ صار وقت السؤال يلي انتو لازم تجاوبوا عليه بتعليقات درس اليوم. وسؤال اليوم عنا كيف منقول انا احلم ببيت انه جديد. انا احلم ببيت جديد. طبعا اكتبوا لي الجواب بالتعليقات وانا رح شوف كلكن شو عم تكتبوا. وبهيك بيكون خلص درس اليوم. طبعا درس اليوم كتير مهم، حاولوا انكن تكتبوا كل هيدي المعلومات عندكن على الدفتر. بتمنى انكم تكونوا عاملين دفتر خاص بكورس المحادثة وتكتبوا فيه كل شيء انتم عم تتعلموه جديد. وطبعا اذا حسيتوا هذا الدرس انه شوي صعب، ممكن مرة تانية ترجعوا تشاهدوا هذا الدرس كرمال انه تثبتوا المعلومات عندكم. واكيد اذا عجبكم درس اليوم ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله. وبشوفكم بالدرس الجاي. تشاو.